Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kita. Oke, tapi sebelumnya kita mau ngisi bensin dulu. Oke, teman-teman, sekarang kita mau naik motor nih. Oh ya. Ayo, ada bikam enggak? Allah. Ya Nabi salam alaika. يجرؤ على أن يستقبل هلال
هلال رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على مسلم. وأعظم استقبال لهذا الشهر العظيم المبارك أن ينظر كل واحد منا إلى قلبه، وأن ينظر كل واحد منا إلى ما داخله في داخل هذا القلب. عظمة العطاء الذي ينزل في هذا الشهر لا يمكن أن يحيط بعقل ولا يمكن أن يتصوره خيال، فإن الله تعالى الذي هو الكريم على كل حال يزيد فتح أبواب كرمه في هذا الشهر. ورحمته ورافته وعطفه وحنانه ومحبته وحرصه الذي يتحدث عنه في القرآن، وأن يشك عليه ما يشك علينا عزيز عليه ما عنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أتاه من جمال وكمال وجلال باشر الصحابة منه مباشرة ما رأت أعينهم ورأت قلوبهم، ثم بقي في تلتقطه أعين القلوب على ممر الأزمان، داعيا إلى الرحمن، دالا على الرحمن، موصلا إلى الرحمن، فاتحا أبواب رحمة الرحمن إلى الآخرة. يا واسع الرحمات يا بارئ الأرضين والسماوات، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في مهجته، عهد الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحمال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترى، وأنت الذي أحضرتنا وأنت الذي وفقتنا وأنت الذي من هذا الخير مكنتنا، ولولاك ما دعوناك ولولاك ما عرفناك ولولاك ما رجوناك أنت الله. Dimulai dari habis maghrib sampai 8:30 nih. Nah, isinya itu ada baca Quran, baca maulid, baca sirah Nabi dan mahalul qiyam lah seperti biasa. Dan yang penting di sini adalah ceramah-ceramah dari ulama-ulama Hadramaut. Jadi banyak tadi yang disampaikan oleh mereka, dan salah satu nasihatnya adalah kita disuruh membersihkan hati untuk menghadapi bulan Ramadan, dan jangan sampai kita di bulan Ramadan ini malah memperjauh tali persaudaraan kita, tapi kita harus mempererat tali persaudaraan kita. Dia juga Habib Umar tadi sempat bilang nih, إذا تيقنت الغروب عجل بالإفطار وقبل أن تقع في الشك أخر السحور، فإذا جاء وقت الشك فابتعد ولا تتبع آخر واحد يأذن، فربما أذن بعد طلوع الفجر بمدة ودقائق. Kita disuruh lihat aina sahur dan buka. Jadi kalau misal kita buka nih, kita harus yakin bahwasanya matahari itu telah terbenam. Dan kemudian ketika sahur kita jangan sampai makan di waktu syak, yaitu entah ini udah terbit fajar atau belum. Mungkin sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share.